السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتورنا. حياكم الله، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. والله زين حكيم. حياك الله. طيب ان شاء الله لح اعمل انا عرض لل هيك طالع عنكم الشاشه هيك. اي حكيم، واضحه ممتاز. إذا بتحبوا مشان نبلش، أنا ما بعرف العدد اللي يعني صار موجود، بس بتوقع يمكن صار العدد مناسب. إيه توكل، تفضل دكتورنا، تفضل. قصدي ما مبين عدد المشتركين. مالك 23 بس. المشتركين هنا 23. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دكتور، بس عفوا عن المقاطعة يا شباب، بس دكتور في شباب بيكونوا قاعدين مع بعض، هلا نحن قاعدين هون ثلاثة مع بعض عم نحضر على هاتف واحد. لا انا عم بتعود على المحاضرات الماضية، كان يعني بحدود 50 لـ60. ما في اشكالية ان شاء الله، طالما انه المحاضرة مسجلة ما في اشكالية ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح نبلش بالفصل الخامس من فصول الكتاب اللي بين ايديكم. لهذا الفصل بيحكي عن الحنجرة وأمراض الحنجرة. رح نحكي لمحات تشريحية بسيطة، ما هاخذ بالتفاصيل كتير، رح نحكي بس باللي بهمكم، ورح ننتقل للأمراض. والأمراض رح نحكي ركز على الشيء المهم فيها واللي ممكن تشوفها تكون العملية. رح نحكي لمحة بسيطة عن تشريح وظائف الحنجرة، بعدين رح ننتقل للأمراض، رح نقسمه مثل ما بنقسم يعني بقية الأبحاث، رح نقسم لأمراض التهابية وبنتانية، رح نحكي شوي عن أورام الحنجرة ونحكي عن مهم فيها خاصة سرطانات الحنجرة، وعلى الكتل اللي ممكن ترجع تمرق معنا بآفات العنق ولكن هي منشأ الحنجرة. رح نحكي عن مقاربة بحث الصوت والصرير الحنجري، ورح نحكي على التداخلات الإسعافية على الطرق الهوائية. التداخلات الإسعافية يعني هن بالكتاب عنكم حوالي صفحتين، وإن شاء الله يعني رح نشرح الشيء المهم فيهم، وباستاجات بنحكي على الأمر العملي إذا يعني الله أسمنا وعطيناكم محاضرات بالعملي. بالنسبة للحنجرة كوظائف للحنجرة، يعني هلأ المشهور عن أحد أهم وظائف الحنجرة اللي هي وظيفة التصويت، ولكن هي وحيد هي واحدة من الوظائف الكتيرة اللي بتضمن الحنجرة. أول شيء هي اللي يعني منعكس السعال بيصير عن طريق الحنجرة، هي اللي بتحبس الضغط داخل الصدر لحتى تفتح بشكل مفاجئ، ويصير هذا يعني خروج الهواء بشكل انفجاري اللي هو نحن بنسميه منعكاس السعال. وبالتالي هاي الآلية هي بتساهم بتنظيف الطرق الهوائية بتحريض السعال. الوظيفة الثانية هي وظيفة التصويت، الهواء بس يخرج من مكان ضيق فلح يعطي اهتزازات، وهي الاهتزازات لها صوت. هذا الصوت بعد ما يتمفصل باللسان واللهي رح يكون على شكل كلام، ولكن الصوت الخام يعني هذا منشأ الحنجرة. بعض العمليات الفيزيولوجية مثل عند النساء المخاض أو أثناء التغوط أو مناورة فالسالفة، هدول نحن بنثبت الصدر يعني بحيث بنسكر الحنجرة فبنكبس الصدر فبيزيد الضغط داخل الصدر ومنه إلى البطن، بيساعد بهي العمليات الحيوية مثل المخاض أو التغوط. تشريحياً بتتركب من العظم اللامي ومجموعة غضاريف اللي هي الغضروف الدرقي والحاقي والترجهالين. هاي العظم اللامي
هي الغضروف الدرقي، هي الغضروف الحلقي، في غضروفين ترجهاليين بالخلف، وفي لسان المزمار اللي هو هذا، هو ما بيدخل ببنيته، هو بيدخل بوظيفته. علويا تتمادى مع البلعوم وسفليا بالرغامة، بتنغلق أثناء البلع مشان ما يصير عندي ذات رئة استنشاقية أو دخول مواد طعامية إلى القصبات. بترتفع وبيقلب لسان المزمار هذا للخلف، بيسكر، راح نشوف صور ثانية. هاي الصورة الجانبية هي مفهومة كيف، هاي الشفتين، الأسنان، اللسان، هذا البلعوم الفموي، بعدين في عندي هاي المنطقة من البلعوم من هون لهون هي بلعوم الحنجري، ومن مدخل هذا هيك للأسفل اللي عند الغضروف الحلقي، يعني من هون هيك لهون هي اسمها الحنجرة، تتقسم حسب هاي هذا الشق اللي نحن شايفينه هو بطين الحنجرة، تحت منه في عندي الحبال الصوتية، وتحت منه هو منطقة نحن بنسميها تحت المزمار. هلأ حنشوفه بالصورة الخلفية تتوضح أكثر. مثل ما حكينا هاي الرغامة طلع الهواء، هي هون فيني أنا أعمل له تسكير للهواء، بعدين توصله بالبلعوم. هاي لسان المزمار بيقلب لورا مشان وقت اللي بينزل الطعام ما ينزل على الرغامة. هاي صورة خلفية أنا أخذت هيك مقطع من هون، هيك صرت أتفرج من ورا، من هون صرت أتفرج عيني هيك، فبين عندي هذا هذا لسان المزمار أنا عم شوفه من هون من الخلف. عندي هاي الفراغ اللي هو اسمه البطين، بطين الحنجرة، للأعلى منه في طية يعني الحبال الصوتية الكاذبة، تحت منها اللي هون فيها هاي العضلة هو الطية المزمارية أو الطية الصوتية أو عضلة الدرقية الترجهالية، أو هذا اللي نحن بنسميه هاي المسافة الحبلين مع بعضهم مع الفتحة اللي بيناتهم اسمها المزمار. يعني هاي بتكون تحفظوها بصم أو تفهموها شلون، يعني لأنه هاي الحبال الحقيقية هي اللي بدأ بعضها أثناء التصويت، يعني بتسكر فبيمرق الهواء من مكان ضيق فبيعطيني هذا الاهتزاز، فبالتالي هي اسمها المزمار. الفتحة مع هذا الحبل وهذا الحبل مع بعضهم هن الثلاثة صاروا اسمهم المزمار، تمام؟ للأعلى من المزمار في بطين الحنجرة، والأعلى منه هي الطية الصوتية الكاذبة، واللي أعلى منه هذا الفراغ اسمه دهليز الحنجرة. ما كتير بدنا يعني نخوض بالتفاصيل، بس بدنا نكون نعرفون. إذن على هذا الشكل فينا نقول من هون من هاي الطية الكاذبة هاي للأعلى اسمه دهليز الحنجرة، هون بطين الحنجرة، هاي الطية التحتانية هي الطية الصوتية، وللأسفل اللي هو هاي المسافة عند الغضروف الحلقي من هون من المزمار لنهاية الغضروف الحلقي اسمها مسافة تحت المزمار. ليش أنا حابب ركز على هدلولة؟ لأنه هتسمعوا مصطلح أورام فوق المزمار وأورام المزمار وأورام أسفل المزمار أو تحت المزمار، هدلولة كتير له أهمية سريرية بتدبير الاختلاط بتدبير الأورام والإنذار، تمام؟ فبس نحن بدنا نعرف فتحة المزمار اللي هي المسافة بين الحبلين الصوتيين الحقيقيين، للأعلى منها هو فوق المزمار، للأسفل منها تحت المزمار. إذن السؤال إذا بدي يعني هيك سؤال بسيط، ما يعني هو ما بيجي هيك سؤال، بس يعني إذا أنا قلت إنه البطين الحنجري هو لأي منطقة من مناطق الحنجرة يتبع، فوق المزمار، المزمار، تحت المزمار، حيكون الجواب هو فوق المزمار، تمام؟ لأنه هاي فتحة المزمار هي بالحبل الصوتي، البطين فوق مثل ما أنا شايفينه، تمام؟ هاي بدنا نعرفها. هاي منظر أمامي للحنجرة، هاي العظم اللامي، هاي الغضروف الدرقي، هاي الغضروف الحلقي، بيناتهم رباط درقي حلقي أو حلقي الدرقي، وهون الدرقي اللامي. للأسفل منها بنلاقي بتتوضع هاي الدرق، تتغطى العضلات نحن بنسميها العضلات الشريطية، تمام؟ هاي ترسيم هون تحت، ترسيم للعضلات شلون ترتبط بالحنجرة، سواء بالغضاريف الدرقية أو بالغضروف الدرقي أو بالعظم اللامي، إما للأسفل باتجاه القص أو للأعلى باتجاه إما الخشاء أو النتوء الإبري أو للفك. هذا ما كتير مهم هذا الكلام، بس بدنا نعرف إنه هي مغطاة بطبقة عضلية اللي هي طبقة العضلات الشريطية.
بالنسبة للتشريح كمان هي صورة تانية، مثل ما حكينا هي العظم اللامي، هي الغضروف الدرقي، هي الغضروف الحلقي. في عنا أعصاب الحنجرة، ما بعرف إذا في إلى سلايد لحالة ولا لا. تمام، ما إلى سلايد لحالة فلا نشرحها هلا. الأعصاب الحنجرية هي الأعصاب كلها تشتق من العصب المبهم. تمام، في عنا عصبين، عصب حنجري علوي وعصب حنجري سفلي بالجهة اليمين، وعندي عصب حنجري علوي وعصب حنجري سفلي باليسار. تمام، في عنا أهمية سريرية لموضوع العصب الحنجري الراجع اللي نحن هلا رح نحكي عليه. هي العصب المبهم هذا اللي هيك طويل ونازل هيك باتجاه الصدر والبطن، هو هذا العصب المبهم. نشأ منه من هون اسمه العصب الحنجري العلوي، هذا مهم. دخل عطاني تعصيب حسي وعصب لي العضلة الحلقية الدرقية فقط. تمام، بينما بعدين بالمسار نزل المبهم عطاني عصب رجع برجوع من الأسفل للأعلى، مشان هيك اسمه شو؟ إذا منشوف وين تسميته، اسمه العصب الحنجري السفلي الراجع، نحن منسميه العصب الحنجري الراجع. بيرجع وبلف وبيجي بيعصب لي الحنجرة وبقية الرغامة. تمام، هذا له أهمية سريرية كبيرة اللي هي شو؟ إنه هو مساره باليمين مختلف عن مساره باليسار. مساره باليسار بلف حول قوس الأبهار، بينما باليمين بلف حول الشريان تحت الترقوة، وبالتالي هو العصب الحنجري الراجع اللي بالطرف الأيسر بينزل لعند الصدر لحتى يرجع على الحنجرة، بينما باليمين هو بالعنق بيرجع وهي. وبالتالي المسار الطويل للعصب الحنجري الراجع الأيسر هو بيخليه عرضة للإصابات أكثر. الأهم مجاور هو أثناء قبل دخوله للحنجرة بيكون له مرافق اللي هي الدرق. هلأ حنشوفها، هلأ هون الدرق مفتول فتل، وبالتالي هو هون ظاهر بشكل ترسيمي بشكل واضح. ولكن بعمليات الدرق ممكن نحن هو بيكون مارق بالثلم بين الرغامة والمري، وبالتالي ممكن ينصاب بعمليات الدرق. بس نحكي على الدرق، أو إذا ما حكينا على الدرق وكنا عم نحكي عن الحنجرة، أهم إصابات العصب الحنجري الراجع هي شو؟ جراحات الدرق. هاي بدنا نحفظها مثل لما حفظنا أنه عمليات النكفة ممكن ينصاب العصب الوجهي، بعمليات الدرق ممكن ينصاب العصب الحنجري الراجع لكم. العصب الحنجري الراجع لكم، هي العصب الحنجري هذا الراجع هيك، راجع هيك لفوق، هي اسمه الراجع. تمام، صورة هون أوضح، هاي بنتميز لنا إياها، هاي البلعوم، هاي الحنجرة، هذا العصب هذا اللون الأحمر هو المبهم. مثل ما شفنا بالجنبين عطاني عصب حنجري علوي superior laryngeal nerve، هاي بهاي الجهة وهي بهاي الجهة، عطاني اياهم فاتوا مباشرة على الحنجرة، هدول مسار عصير. بينما العصب الحنجري الراجع الأيسر لف من تحت قوس الأبهر ورجع الحنجرة، بينما اليمين لف تحت الترقوة وطلع. هذا بتكون ميزوه، وهذا غالبا سؤال فحص لح يكون. تمام، هاي هون صورة بتوضح المنشأ الجنيني، ولكن احنا بس بدنا نعرف انه اليسار مساره اطول بلف للصدر حول قوس الابهار وبيرجع. ومن المجاورات المهمة له مثل ما حكينا هو الدرق. هاي كمان صورة تانية، هاي العصب المبهم، هاي الراجع الايسر، هاي الراجع الايمن، هون تحت الترقوة هون قوس الابهار. هاي الصورة مثل ما حكينا علاقته بالدرق، مثل ما احنا شايفين هاي الرغامة، هاي المري، وهي الدرق بعد ما رفعناها منلاقيه هو ماشي بالثلم بين المري والرغامة. له علاقة وطيدة بالشريان بالدرق السفلي هذا اللي بنربطه أثناء عمليات الدرق، وبالتالي مثل ما احنا شايفين إذا ما كنا منتبهين ممكن نحن نربط العصب ونسبب للمريض بحة دائمة. وظيفة التصويت ممكن هيك حكينا بشكل كبير على التشريح، واللي أهم شيء بالتشريح هو تعداد غضاريف الدرق الحنجرة عفوا، والوظائف تبعها التصويت وهيك، والتعصيب لأنه هذا فيه له أهمية سريرية كبيرة. بالنسبة للتصويت مثل ما حكينا بيتم بواسطة الحبلين الصوتيين الحقيقيين، بيرتبطان من الأمام بالغضروف الدرقي. إذا أن هاي حبل صوتي، هذا حبل صوتي، وهذا حبل صوتي، هذا منظر هون خلف هون أمام،
هاي نحن الصورة أخذينا بالمنظار اللي في المرن من الأمام، مرتبطين هذا هون في عندي يعني هون بالأمام الغضروف الدرقي. إذا نرجع لهي الصورة هون بالأمام، هاي الأمام مرتبطين بالغضروف الدرقي، تمام؟ الغضروف الدرقي هيك لافف، هن مرتبطين بالأمام فيه، بالخلف هن مرتبطين بالترجهاليين. ما بعرف إذا في صورة أوضح. هاي ترجهالي وهي ترجهالي، أثناء التصويت بيضبوا على بعضهم مشان يطلع الهواء من فتحة ضيقة ويعطيني الصوت. من الخلف بالغضروفين الترجهاليين تتحرك الحبال بانزلاق الترجهاليين، هذا الترجهالي هون انزلق للأنسي وهذا كمان للأنسي، التقوا على الخط الناصر فضبوا لي الحبال على بعضها، عطتني هاي الفرجة الضيقة اللي بطالع صوت. مثل ما حكينا يعصب الحنجرة، العصب الحنجرة العلوي فرع المبهم، يقسم لسان المزمار الحنجرة إلى فوق اللسان وتحت اللسان، ولا هذا التقسيم ما مهم ولكن بيهمنا فوق المزمار وتحت المزمار. التقسيم مو بلسان المزمار، نحن في عنا تقسيم بالمزمار، هو إلى فوق المزمار وتحت المزمار. فحص الحنجرة كيف بيتم؟ إما ممكن نفحصه بالمراية. طريقة الفحص إني أنا بمسك اللسان بقطعة شاش بعد ما ألبس الكفوف، بشدة بالسبابة والإبهام للخارج وبدفش الشفة والفك بإصبع الوسطى للأعلى، فصار مفتوح التم. بدخل المراي بعد ما دفيها مشان ما تغبش، وبشوف الحنجرة على المراي بطريقة الانعكاس. هاي الصورة بعد ما دخلت المراي انعكست صورة الحنجرة للمراي والعيني شفتها، تمام؟ هاي الصورة طريقة الفحص. هلا نحن في عنا طريقة تانية اللي هي التصوير الفيديوي. بدخل هذا الأنبوب اللي براسه في كاميرا وضوء، فوته من الأنف وبنزل فيه للبلعوم مثل هذا المريض، دخله من أنفه بيوصل لحلقه وبشوفه عن طريق الفيديو على شاشة التلفزيون. هاي حكينا على المقدمة اللي هي بتشرح التشريح والتعصيب والفحص، ما بدنا نوسع أكثر من هيك، وهذا اللي يعني إذا بتركزونا يا هون بكون كتر خيركم. هلا بعد ما رح ننتقل لأمراض الحنجرة. أمراض الحنجرة مثل ما قسمناهم بكل الأبحاث، عندي أمراض خلقية، عندي أمراض مكتسبة، تمام؟ من الأمراض المكتسبة اللي حنحكي على سوء استخدام الصوت، رح نحكي على الامتهانات، رح نحكي على الأورام، ونحكي على الآفات العصبية والتنكسية، تمام؟ بالآفات الخلقية شو في عندي؟ عندي ثلاث آفات مهمة كتير هدلولي يعني كتشخيص تفريقية كتير بتنسألوا عنهم. في آفات تانية هي أقل شيوعا اللي بدنا نحكي عنهم. الآفات الخلقية في عندي تليون الحنجرة، هلا بنحكي شو هو هذا المرض. في عندي شيء اسمه الويب الحنجري أو العنش الحنجري، في عندي تضيق تحت المزمار، في عندي شقوق الحنجرة، في عندي شلل الحبال الصوتية ورم الوعائي تحت المزمار. هدول كلياتهم آفات خلقية ممكن تخلق مع الطفل لما بيولد. الآفات المكتسبة ممكن تكون رضية، مثلا كسر هيكل الحنجرة أثناء الملاكمة أو هيك، أو الردود النافذة مثل الطلق الناري، أو أحيانا الحروق بالمواد يعني المبتلعة، وآفات التدخين والكحول لأنه هي مخرشة كتير لمخاطية الحنجرة. في عنا آفة مختصة بس بالحنجرة اللي هي سوء استخدام الصوت، بنلاقيها كتير عند المغنيين، عند الخطباء، عند الأطفال، عند الأمهات بيصيحوا كتير على أولادهم. وفي عندي آفة تانية اسمها وزمة رينكي، طبعا هدول هلأ معددهم تعداد رح نعيدهم كلهم ورح نشوف البوليبات الصوتية. الانتانات في عندي التهاب الحنجرة الانتاني، في عندي التهاب لسان المزمار الخاصة، وفي عندي الانتانات النوعية. الأورام ممكن تتقسم لا آفات سليمة وآفات خبيثة. والآفات العصبية اللي حكينا المرتبطة بتعصيب الحنجرة، والآفات التنكسية اللي هلأ كمان اللي هنحكي عليها. أمراض الحنجرة الخلقية اللي هنحكي على ثلاث أمراض مهمين. أول شيء عندي تليون الحنجرة، هو تليون الحنجرة أشيع أسباب الصرير عند الأطفال، أشيع أسباب الصرير عند الأطفال هو تليون الحنجرة. عادة بيبدأ مع الولادة أو بعد الولادة بفترة قريبة،
بيستمر لحد السنة ونص، يكون في عندي تليم بلسان المزمار. عادة لسان المزمار مثل ما شفنا بيكون على شكل ورقة، ورقة الشجر. بهذا المرض لأنه هو متلين لساته طري، فبياخد شكل أوميجا، هذا الشكل مطوي على نفسه يعني، فبنلاقي شكل أوميجا. ممكن بالفحوصات يجيكون يعني هي يعني بشكل عالمي، أو حتى فحوصات اليو اس ام اي بي، وهيك دائما بيقول لك انه بالمنظار شفنا طفل مع صرير، بالمنظار لقينا لسان مزمار على شكل أوميجا، اعطينا التشخيص. او ممكن ما يقول لك اعطيني التشخيص، يقول لك هذا شو تدبيره. تمام، شو تدبير تلين الحنجرة؟ ما بده اي تدبير، لانه هو آفة سليمة تتحسن مع مرور الوقت بعمر السنة ونص، بيتحسن بالاستلقاء على البطن، بيزيد بالاستلقاء على الظهر، ما بده اي شيء. تشخيصه هو بالمنظار، ما يعني بس انا نظرت شفت هذا اللسان خلص طمنت، لحتى انفي الشغلات الثانية اللي هي سيئة على الاطفال. المرض الثاني هو العنش الحنجري، اللي هو اقل شيوعا ولكن هو اخطر، اللي هو بيكون في عندي غشاء بين هاي حبل صوتي وهي حبل صوتي، بيناتهم في غشاء. ممكن يكون ممتد بشكل جزئي، ممكن يكون ممتد بشكل كامل. إذا كان ممتد بشكل كامل هاي حالة ما بتوافق مع الحياة، ولكن مع شدة مع شدة امتداده للويب ممكن يعني يعطيني أعراض. فهن بيتقسموا لأربع مراحل، الأقل من 25% درجة أولى، بين 50 و 75% هو مرحلة تانية، لحديت 99% هي ثالثة، أكثر من 99% هو درجة رابعة اللي هو هذا من التوفيات. علاجه هو الفتح الجراحي والإصلاح الجراحي، وإذا كان درجة أولى أو تانية ممكن نتركه، بس تكبر الحنجرة الويب ما بيكبر، فبيتحسن الطفل تلقائيا. في عندي من أمراض الحنجرة الخلقية هو تضيق تحت المزمار، إذا أن هاي حبل صوتي وهي حبل صوتي تحت منهم مثل ما أنا شايفين، منلاقي نسيج حبيبي. هذا أحيانا نشوفه يعني بشكل خلقي، ممكن يكون له أسباب كثير، ممكن يكون نسيج حبيبي، ممكن يكون تليف، ممكن يكون ورم وعائي بهي المنطقة. هذا حالة إسعافية، بده علاج بالليزر لفتح طريق الهوائي، لأنه بيضيق لي المسافة اللي تحت المزمار، وبالتالي بيسبب لي صرير عند الأطفال. مثل ما حكينا الأورام الدموية أو الأورام، في عندي أنا ورم دموي بيصير نتيجة الرضع أحيانا، وممكن يكون الأورام الوعائية اللي مثل اللي بنشوفها الوحمات، والأورام الوعائية اللي بالوش مثل منها ممكن يكون بالمسافة تحت المزمار. بنلاقي كمان انتباج، بنلاقي فتحة الفرجة الهوائية، بنلاقي ضيقة كتير. من أمراض الحنجرة الخلقية في عندي شقوق الحنجرة إلى أربع درجات، ممكن يكون شق فقط بين الترجهاليين، ممكن يكون موصل للغضروف الحلقي، ممكن يكون شامل كل الغضروف الحلقي، ممكن يكون واصل هو شق حنجرة ورغامة. تمام؟ عادة بالدرجات الأولى والثانية ما بيحتاج أي شيء الطفل، بالدرجات الشديدة بدنا نعمل تصنيع حنجرة. أمراض الحنجرة هي بتظهر عادة يعني كأعراض، بتجينا بعسر التصويت أو عسر التنفس، يعني يا المريض إذا إجاني بشكل انسدادي فبيجيني بزلة تنفسية، أو إذا إجاني إنه ما عم يتحركوا الحبال أو في خلل بوظيفتهم بيجيني بعسر التصويت، يعني بحت صوت. ممكن يجي بالآفتين مع بعضهم. عند الأطفال هي أشيع سبب لبحت الصوت أو لأمراض الحنجرة هو تليون الحنجرة مثل ما حكينا. مثل ما حكينا بآفات الحنجرة، إذا غابت وظيفة الحنجرة وهي حماية الطرق التنفسية، فممكن يصير عندي استنشاق للسوائل واللعاب، ويصير عندي أخماج صدرية. هلا رح ننتقل، خلصنا نحن من الأمراض الخلقية بصراحة. هلا نحن هون أكيد الأمراض الخلقية ما موجودة بالمقرر كتفصيل.
يعني نحن مطلوب بس تعدادها ونعرف بس تليون الحنجرة أكيد مكتوب عليه بكتابكم، هو هذا اللي بدنا نعرف فيه. هلأ خلصنا من الأمراض الخلقية، لح نحكي على الأمراض المكتسبة. تمام، نجي لالتهاب الحنجرة الحاد. ممكن يكون بسبب رضي، فبيصير عندي حدثية التهابية وزمة شديدة وبيصير عندي هيك، أو ممكن يكون تخريج بسبب الكحول والتدخين. عادة بيجيني المريض ببحث صوت أو حتى بغياب صوت، بصير عندي ألم أثناء الكلام والطعام، الكلام والطعام بيصير في تعب حمى. القصة واضحة بتكون، ناخذ قصة وفحص سريري، بنلاقي بالفحص احمرار، هو هذا الطبيعي لونه أبيض صدفي حبال الصوت، بينما بنلاقيهم بالالتهاب الحاد لونهم أحمر ومتوزم. تمام، وبنلاقي وزمة أيضا كمان على الترجهاليين. عفوا، عادة هذا علاجه ما بده شيء، بس من رطب الحنجرة بما تخف الوزمة ممكن نعطي تسكين مع مضادات وزمة. وأهم من هذا كله هو الراحة الصوتية، ليش؟ اللي بيوزم هي الحبال هو إجهادها، وبشو بتجهد الحبال الصوتية؟ بكثر الحكي. فمنقول له إن إحنا بدنا راحة صوتية، أو يعني عدم استخدام الصوت بنبرة عالية. عندي الالتهاب الثاني غير الالتهاب الحاد، غير التهاب الحنجرة الحاد، التهاب لسان مزمار بالخاصة. هذا حالة إسعافية شديدة، عادة كنا نشوفه سابقا، هو أهم سبب له المستدمية النزلية، هلأ ما عاد شفنا كتير لأنه بالأصل صار يتاخذ لقاح المستدمية النزلية. فحتى لو صار الإنتان بالمستدمية النزلية عادة ما بيوصل لمراحل المتقدمة. هو مهدد عند الأطفال، ليش؟ لأنه بالأصل الطريق التنفسي عند الأطفال ضيق، فتسكيره بوزمة منشوفه هي لسان المزمار الطبيعي، هي لسان المزمار المتوزم أو الملتهب، فبيسكر لي طريق التنفس. وصراحة هو كونه ظروف مرن، فالالتهابات فيه عند الفحص أو المناورة ممكن كمان تتوزن بشكل سريع. هذا الحالة بس شخصنا التهاب لسان مزمار هو قبول مشفى، بنلاقي عندهم صعوبة بلع، مثل ما مسكرة الحنجرة كمان بيتسكر البلعوم بالوزمة الشديدة، ممكن يسبب اختناق إذا صار في عندي، إذا صار عليه قيح وصار هذا القيح فتح وصار ينزل على الحنجرة ومنها على القصبات، ممكن يسبب لي استنشاق مفرزات. ما ينصح أنه نفحص المريض إذا شكينا بالتهاب لسان مزمار. طبعا شلون منشك فيه؟ حرارة عالية، تعب، صعوبة بلع، منلاقي عسر التنفس، ومنلاقي الصوت هو مبحث صوت، بنلاقي تغير لحن الصوت، يعني مثل اللي واحد حاطط بتمه لقمة سخنة وما حاسن يحكي، هو هي نحن بنسميها صوت لقمة البطاطا. مثل ما حكينا ما ينصح بإجراء الفحص عبر الفم لأنه ممكن يتوزن بشكل كبير ويختنق المريض، بس منساوي صورة شعاعية، هنا قايلين إنه لا ينصح بإجراء صورة شعاعية، وبصراحة ما فينا نشخص بدون يعني ما ناخذ كمان استقصاء، ناخذ صورة شعاعية جانبية بتعطيني منظر بصمة الإبهام. بس تسمعوا على الصورة الجانبية للعنق بصمة الإبهام، علامة بصمة الإبهام لازم تربطوها مباشرة بالتهاب لسان المزمار. حاولت لقيكم صورة ما لقيت، إن شاء الله إذا لقيت بعدكم إياها على المجموعة اللي عملتوها. منخلي دائما المريض جالس ومطخي شوي لقدام، إذا داء النفس كتير بدنا نحاول ننبب، وطبعا ممكن نفشل بالتنبيب، ليش؟ لأنه في وزمة شديدة فما منشوف الحبال الصوتية لندخل الأنبوب، فممكن هذا نحتاج انه نخزع الرغامه. هلا بنحكي على خزع الرغامه بنهايه المحاضره، يعني نفتح له فتحه تحت الرغامه عن طريق الجراحه عن طريق العنق. تمام، هذا بده صدلات وريديه تستهدف مين؟ المستدميه النزليه. اذا التهاب لسان المزمار بدنا نعرف انه هو حاله اسعافيه مهدد للحياه، بالاشعه بيعطيني علامه بصمه الابهام، هو حالة إسعافية، ممكن إذا ما حسنا ننبه بنحتاج لتأمين طريق تنفسي عن طريق خزع الرغامة. في عنا حالة شائعة عند الأطفال، مثل ما أنا شايفين صورة راس منين إنه هن طفل حالي، بصراحة الأعمار اللي أقل من هاي لسه، اللي بيسموها كروب أو التهاب حنجرة ورغامة وقصبات، يعني بتكون من هون الرغامة والقصبات، يعني الإنتان من القصبات للرغامة للحنجرة مع بعضهم كلياتهم فيهم وزمة.
عند الأطفال الكبار إذا كان الإنتان فيروسي بتكون الحالة يعني بسيطة شوي، إذا كان جرثومية بنلاقي في حرارة وتعب ممكن تهدد الطريق التنفسي. علاجه يعني ما بيخبي حاله، بنلاقي يعني عم يسعل المريض سعال مثل النباح. من رحمة رب العالمين فينا أنه هو غالبا أسبابه فيروسية واللي هي أقل خطرا، ممكن يكون المستدمية النزلية هي سبب له وبالتالي الحالة أشد. بيكون التهاب شامل للطرق الهوائية، إذا كانت مثل ما حكينا جرثومية وشديدة ممكن تسبب لي حالة شديدة الخطورة وممكن نخسر الطفل، لأنه حتى نحن لو نببنا أو لو خزعنا الرغامة بالأصل، حتى هون الرغامة والقصبات بالأصل كمان فيهم وزمة، مشان هيك وهذا شديد الخطورة. ولكن من رحمة رب العالمين أنه الأشعة والأشعة بكثير هو الحالات الفيروسية اللي هي مانا خطرة. بيصير بعد خمس تنفسي علوي لازم نعطي صادات إذا كنا نحن شايفين إنه الحالة هي جرثومية، بدنا نعمل إرزاز وترطيب بالسيروم الملحي، ممكن نعمل إرزاز أدرينالين لحتى نوسع القصبات، تنبيب الرغامي إذا بالأصل كان الصرير هو الشديد، يعني إذا صار نحن عنا صرير شديد وبالتالي هو الانسداد صار حنجري، فبالتالي أنا بنبب، وحتى ضغط الأكسجين بالتنبيب حيكون أعلى منه من التنفس العادي، فكمان ممكن يفيدني التنبيب. شلون الميزة عبد الفكتر يعني هذا؟ مثل ما حكينا هداك حالة سريرية مختلفة، هون الإنتان تحت الحنجرة وبالتالي هون عادة بيجيني المريض بسعال وبحيط صوت على شكل مثل النباح، هنيك بيجي عسرة بلع أكتر، بيجيني بصوت تغير لحن الصوت على شكل لقمة البطاطا مثل ما حكينا، وبالتالي هن سريريا مميزين. بصوره الاشعه هنيك بنلاقي بصمه الابهام، هون ما بيكون لسان المزمار بيكون طبيعي لانه بالاصل انتان من الحنجره وتحت، لسان المزمار ما بيكون في شيء. مميز جدا يعني، هو انت بس تشوف مريض من هاد ومريض من هاد ما بتنساهم ابدا. بس سؤال جيد، يعني سؤال جيد هو للتمييز بيناتهم. دفتريا الحنجرة هي من الحالات النادرة صارت جدا، ليش؟ لأنه كمان دفتريا صارت من الإنتانات اللي عم يعني ضمن جدول اللقاح الوطني، وبالتالي نحن ما عاد شفناها كتير، هي نادرة جدا. هي مشكلة الدفتريا هي بعمل الأغشية، هي أغشية الإنتانية بنلاقيها قيحية بيضة على خضار، ممكن تسبب لي التصاقات بالحبال الصوتية وتسبب لي حالة إسعافية. مثل ما حكينا بتتظاهر ببحث صوت سعال صغير، كل شيء يعني بس حكينا على الحنجرة رح نلاقي بحث صوت، رح نلاقي سعال، ممكن يصير زلة تنفسية حسب درجة الانسداد. في عندي هذا الغشاء الرمادي الوسخ، إذا شلناه بيصير بينزف، بنلاقي النبض سريع وضعيف. وممكن هي زيفانات الدفترية تسبب لي أزياء قلبية أو عصبية. صراحة مثل ما حكينا صارت نادرة جداً. التشخيص هو بالشك السريري، ممكن ناخذ مسحه من المفرزات وتطلع هي دفتريا. العلاج بالبنسلين والاريتروميسين ومضادات الزيفان اذا يعني طلع التشخيص واضح. بس نشك فيها مثل ما حكينا نبلش العلاج فيها حتى يثبت العكس. هلا حكينا على الانتانات الحاده، التهاب الحنجره حكينا عليه، التهاب لسان المزمار حكينا عليه، حكينا على الكروب، حكينا على الدفتريا. هلا في عندي التهاب الحنجرة المزمن اللي هو بصراحة هو حالة يعني عم يكون المصدر اللي مسبب الالتهاب موجود على فترة طويلة. مثلا لنعطي مثال، المرضى اللي عندهم التهاب جيوب بس ناموا، بنلاقي نحن انه ارتخت عضلات يعني البلعوم، فصارت المفرزات اللي كان بالاصل وهو فايق الانسان عم يقفها ويستخرجها أو عم يبلعها حتى، فهو نايم بصير تصل على الحنجرة، فوجود المفرزات ضمن الحنجرة فبيسبب لي يعني التهاب مزمن، هي التهاب الجيوب. سوء استعمال الصوت اللي يعني هي الصوت بنبرة عالية عم يسبب لي ردود مجهرية على حبال الصوت، وبالتالي هي الردود عم تسبب تخريشات وممكن يصل عليها الإنتان وبشكل مزمن، فتساوي لي التهاب حنجرة مزمن. التهاب القصبات المزمن
كمان ممكن يسبب الالتهاب حنجرة مزمن. واللي أهم من هدول كلهم اللي دائما بينسى هو القلس. القلس والإنسان هو فايق فتمام ما في أي إشكالية، بس نام المساء وهو عنده قلس، فبترجع مفرزات المعدة اللي هي مفرزات حمضية شديدة مع العصارة الحمضية وبتصل على البلعوم، فبتسبب الالتهاب بالعون قلسي وحتى التهاب حنجرة إذا نزلت على الحنجرة. هذا علاجه هو بعلاج القلس بينتهي التهاب الحنجرة المزمن. الكحول والتدخين بسبب التخريش. في التهابات نوعية تانية مثلا مثل التدرون الأفرنجي، الخمج الفطري، الصلبوم يعني الكليبسيلا، وزمة رينكي اللي هي بتصير بعد التدخين، هي منلاقي في وزمة مثل هون، هاي وزمة على الحبال الصوتية، شوف هاي الحبل تحت، شوف هون في توزم بالغشاء المخاطي وتحت منه سوائل. عادة التهاب الحنجرة المزمن إذا ما تعالج ممكن يكون هذا التخريج مستمر ويسبب لي سرطان بالحنجرة. عادة نحن إذا شكينا فيه بدنا ناخد يعني إذا شكينا أنه هو بس التهاب مزمن ولا آفة خبيثة ممكن ناخد خزعة وبنحط التشخيص. العلاج مثل ما حكينا حسب السبب، إذا كان سوء استعمال صوت بدنا نعالج كلاميا، إذا كان التهاب جوب بدنا نعالج التهاب الجوب، إذا قلس معدي بدنا نعالج القلس، وإذا في تدخين وكحول بدنا نوقفهم. الجراحة هي بتصير بوزمة رينكي مثل ما حكينا اللي هي منشق هذا الغشاء، نسحب السوائل ومنرجعه لمكانه بحيث أنه بتخف. هو وزمة رينكي هي احفظوها مني أنه هي وزمة رينكي مترافقة بشكل كبير مع التدخين، بعدم إيقاف التدخين ما بتتراجع. علاج وزمة رينكي هو الجراحة، بيصير بتفريغ السوائل من الصفيحة الخاصة للحبال الصوتية. هل كان كلمة عن وزمة رينكي بكفوا بظن أنكم تعرفون. هلأ نحن رح نحكي على أورام الحنجرة، حكينا على الآفات الخلقية، حكينا على الآفات الالتهابية، هلأ رح نحكي على أورام الحنجرة. في عنا أورام حنجرة سليمة وأورام حنجرة خبيثة. الأورام السليمة هلأ رح نحكي عليها بعد ما نحكي على أورام الحنجرة الخبيثة. من هنا هيك مصنفينهم بكتابكم اللي نعطيكم إياهم مثل ما مصنفين. أورام الحنجرة الخبيثة أشيع أنواع سرطانات الحنجرة هي سكويمسيل كارسينوما، تمام، واللي هي مرتبطة بشكل كتير كبير بالتدخين والكحول. يعني يكاد من النادر أن نشوف سرطان حنجرة بدون ما يكون المريض بدخين. الأعراض تبعها بداية بتبلش ببحة صوت، بعد فترة منلاقي صار في سعال لأنه صار في تخريج عن الحنجرة. بيحاول دائما الإنسان يعني مثل الجسم الأجنبي صار على الحبال الصوتية، بيحاول يسعى اللي طالعه بس هو ما بيطلع. ليش؟ لأنه هو سرطان على الحبل الصوتي. منلاقي ألم إذن انعكاسي، ليش؟ لأنه في فرع من المبهم، فرع من المبهم هو بيعطب الأذن وبيعصب الحنجرة، فبيصير عندي ألم إذن انعكاسي. بالأورام الكبيرة منلاقي صار في عندي نقائل للعنق، منلاقي ضخامة عقدية بالعنق. التدبير مهم، بدنا نعرف يعني بس مبادئ عامة، ما حنحكي مثلا أنه كل ورام شو التدبير، واستئصال الحنجرة قسمي عمودي، استئصال الحنجرة قسمي أفقي، استئصال مثلا حبل، أكيد ما بدي هدلول، بس بدنا نعرف أنه الآفات طالما بنعملها جراحة فالعلاج جراحي، تمام؟ شو هي الجراحة المفضلة؟ الجراحة اللي بتسبب لي شق أصغر، يعني إذا أنا بحسن استأصل الحنجرة، عفواً الآفة الورمية بالتنظير أحسن ما شقها عبر شق، تمام؟ الآفات الكبيرة بدي أعرف أنه بس صرنا بيتين ثلاثة وبعد فهون العلاج صار جراحي ومن ثم شعاعي، هي كما بدنا نعرفها. الآفات الصغيرة ممكن أني أنا أعطي أشعة كبداية. الأورام الغير قابلة للاستئصال ممكن أنا أعطي أشعة بداية لحتى يصغر الورم ويصير جراحي بعدين بشيله. هاي المبادئ العامة، يعني بالتالي طول ما أنه بحسن جراحة بساوي جراحة. الجراحة كل ما كانت أصغرية هي المفضلة، يعني إذا بحسن أنا ساوي جراحة بالتنظير أفضل ما ساوي جراحة عبر شق بالعنق. إذا ما كان في مجال فالجراحة التالية هي إما استئصال حنجرة قسمي بالآفات الصغيرة،
إذا الآفات كبيرة يعني تي 3 وتي 4 فصار عندي استئصال حنجرة جذري ويتلو علاج متمم حسب الاستطباب. يعني التصانيف ما مهم الكون، بس أحكي لكم كلمتين عن التصنيف. لح نرجع فيه برجوع، ما حننزل فيه يعني هاي. لح نحكي إنه الأم معروفة إنه إذا في أم واحد هو في العقد، ما كتير بيهمكم شو هو تصنيف العقد، ولكن بدنا نعرف إنه وجود العقد بيرفع يعني بيرفع مرحلة الورم. تمام؟ بالتي اللي هو التي واحد هو محدد على الحبال، ما بدي تي واحد أو هاي اثنين، هو فوق أو تحت المزمار. اللي مهم جدا هو التي ثلاثة، بس هاي بدي تحفظوه من كل تصنيف الأورام. ثلاث كلمات، الكلمة الأولى هي إنه بالتي هو التي ثلاثة هو مثبت للحبل الصوتي، هاي مهمة جدا. التي ثلاثة إنه هو الورم عم يثبت الحبل الصوتي، ما عاد يتحرك الحبل، غزى العضلة الصوتية أو يعني الحبل الصوتي وما عاد خلاه يتحرك، وبالتالي تي 3 هو مثبت للحبل. هلا الأول إنه هو على الحبل بحد ذاته، واثنين إنه امتد لفوق هذا في انتقالات وصار ارتفعت الدرجة يعني. بالنسبة لأورام الحنجرة مثل ما حكينا، أورام الحنجرة الخبيثة لحن نحكي الشغلات المهمة اللي هن أشعة أنماطها هي سكويمس الكارسينوما، مرتبطة بشكل كتير كبير بالآفات المزمنة يعني التهاب الحنجرة المزمن، واللي أهم أسبابه تدخين الكحول أو حتى القلس. تظاهراتها مثل ما حكينا بحت صوت، سعال، ألم أذني، ضخامات عقدية بالعنق. التدبير، الآفات الصغيرة هي الجراحة عبر التنظير، إذا ما كان في إمكانية للاستئصال عبر التنظير ممكن هي الجراحة القسمية للحنجرة، يعني نشيل نفتح الحنجرة نشيل بس الحبل الصوتي ونرجع نسكر الحنجرة، هاي نحن بنسميها جراحات قسمية. في عندي استئصال مثلا حنجرة قسمي عمودي أفقي، هذا لأنه بس بدك تعرف المراحل الأولى هي استئصال بالتنظير، بعدين جراحة القسمية. الأورام فوق التي ثلاثة يعني، بس أنا قلت لك هلأ ممكن تجيك حالة سريرية، مريض عنده بحث صوت، عنده ضخامة عقدية بالعنق، هو مدخن كتير، عنده ألم أذن انعكاسي، بفحصوا الحنجرة لقينا كتلة على الحبل الصوتي، حركة الحبال ما عم يتحرك الحبل الصوتي، تمام؟ يعني هذا صرنا تي ثلاثة. طيب هلا ما بيجي بسألك أنا شو المرحلة، بسألك شو التدبير تبعه. التدبير تبعه هذا إنه بده جراحة استئصال تام وبده علاج متمم شعاعي، تمام؟ هدول بدنا نعرفهم، يعني الأورام الكبيرة بدنا نعرف إنه علاجها بالجراحة ومن ثم علاج المتمم. الأورام السليمة عندي الورم الحليمي، هذا شائع عند الأطفال اللي بيولدوا من أمهات عندهم أورام حليمية بالمنطقة التناسلية، تمام؟ السبب تبعه هو الـ HPV الهيومن بابيلوما فيروس. في أنماط، في عنا الـ 11 والـ 16 والـ 18، بس نحن بدنا نعرف انه هذا الفيروس هو المسؤول عنه، بسبب لي على شكل ثقاليل مثل الثقاليل اللي بنشوفها بالجلد، نفسها بتكون على الحنجرة، بتظهر بحيط صوت وصرير. العلاج هذا بالليزر، هاي كمان بدنا نحفظها، بينكس كتير ولكن بيشفى بعد البلوغ، وبالتالي نحن بنحاول نستأصل هي الآفات كل ما نكست لحد ما يصير الطفل بعمر البلوغ، لأنه بعد منها تلقائيا بيتحسن. في حال كانت هي الآفات كبيرة كتير وسكرت، فممكن نعمل فقر رغامة بس يعني بالمرحلة بين ما استأصلون، وبالتالي بدنا نعرف إن الورم الحليمي هو شائع عند الأطفال لعمر المراهقين، بعد منها ما عاد صرت قليل لشوفه. سببه هو الـ HPV،
علاجه بالليزر ممكن يحتاج جلسات متكررة. هدلولة بتكون تحفظوهم مثل ما قلت لكم ياهن، لأنه يعني ما بدنا نعرف عنه أكثر من هيك. عند القيلات الحنجرية بتصير عند المرضى اللي بيستخدموا أصواتهم بشكل كبير. هي عبارة عن انتفاخ كيسي هوائي إلى ثلاث أنواع. ممكن يكون هالانتفاخ داخل حدود الحنجرة، داخل حدود الحنجرة بنسميها قيلة داخلية، وممكن يكون خارج حدود الحنجرة، يعني بيطلع من الغشاء الدرقي اللامي، هي الغضروف الدرقي وهي العظم اللامي بيناتهم بتطلع لبرا، فهي اسمها الخارجية. والمشتركة اللي بيكون إلى انتفاخ داخلي وانتفاخ خارجي، العلاج هي إنه نفتح فوق إذا كانت خارجية ونستأصلها ونربط يعني السويقة تبعها. أحيانا شو بيكون يعني ليش هي لا تظهر؟ هي من وين بنشوفها؟ بس لحتى نحن نحكي هيك يعني نناقش بالعقل ليش تظهر. هي المرضى اللي عندهم مثلا مثل النافخي الزجاج اللي بيشتغلوا بنافخ الزجاج أو اللي بيعزفوا على الناي، دائما عندهم ضغط عالي ضمن الحنجرة، وبالتالي لح تتشكل هي القيلة. تمام. طيب إذا صارت هي القيلة عند مريض ما بينفخ، لأنه بيستخدم صوته بشكل عالي ولا نوع بيعزف عن الناي ولا شيء، بالتالي في عندي أنا شيء سكر لي آفة البطين، سكر لي مدخل البطين، وبالتالي خلاها الضغط يعلى فيه ويسبب لي القيلة. فهون أنا لازم أنفي السرطان. وبالتالي أنا لما بشوف قيلة عند مريض ما عنده عوامل خطورة بدي نظر الحنجرة لدور على آفات مشبوهة أخذ مناخزة. تمام. هاي كمان لازم نعرفها بالقيلة الحنجرية. القيلة الحنجرية إذن هي انتفاخ هوائي الداخلية بتكون ضمن البطين، الخارجية بتمتد خارج الغشاء الدرقي اللامي، المشتركة هي بتكون يعني في الآفتين، العلاج بالجراحة لازم ننفي السرطان. تمام. هي من الآفات، بكرة بس ندرس آفات العنق، هي بتكون جانبية للعنق. ليش؟ لأنه إذا هذا الخط النصف هي ظهرت من الجانب. هاي خلصنا. تفضل. حكيم كيف انا اميز على الكتلة الورمية؟ هواء بالايكو بيعطيك هواء. هذا بس عملت ايكو بيعطيك انه هون في هواء. ولكن شلون يجب نفي السرطان؟ نحن بعد ما نظرنا الحنجرة وفتنا بالمنظار بنشوف اذا في آفة مذكرت لي مثلا البطين او هيك. تمام. واضح. تمام حكيم. في شيء مميز انه بيقول لك انه هي الآفة بالعنق تتوسع اثناء السعال، بس سمعت هي انه آفة عم تتوسع اثناء السعال لحشة قيلة حنجرية وعلى مسؤوليتي لو طلعت خطا. هي ما هتطلع خطا تحت الصوت. هلا نحن خلصنا من الآفات الخلقية، خلصنا من الآفات الانتانية، خلصنا من الآفات الورمية، بدنا نقارب بحث الصوت. الأسباب كثيرة بحث الصوت، منها أسباب التهابية اللي حكينا عليها، التهابات الحادة والالتهابات المزمنة، الأورام خاصة أورام المزمار. ليش؟ لأنه هو المسؤول عن التصويق، وبالتالي أورام المزمار هي اللي بتسبب بحث صوت. بالمناسبة والله نسينا نحكي على أنه أورام الحنجرة الخبيثة ممكن تكون فوق المزمار أو بالمزمار أو تحت المزمار. إذا كانت بالمزمار هي يعني نشأت على الحبال الصوتية، اللي فوق المزمار هي نشأت بالأماكن اللي فوق الحبال الصوتية، إما بالبطين أو الطية الكاذبة أو حتى لسان المزمار، هي كلها اسمها أورام فوق المزمار. الأورام تحت المزمار هي نادرة ولكن هي أخبث شيء. تمام. الأسلم إنذارا هي أورام المزمار. بحث الصوت مثل ما حكينا أما التهابية حكينا، حادة مزمنة، الأسباب الورمية حكينا عليها، الأسباب العصبية ممكن تكون أسباب مركزية ومحيطية. الأسباب المحيطية مثل ما حكينا أشيع شيء هو إصابة العصب الحنجري الراجع. أشيع آفة بتسبب لي إصابة عصب حنجري الراجع هي جراحات الدرق. تمام. من الأسباب العصبية المركزية هي الاحتشاءات اللي طول جذع الدماغ، وبالتالي بتعمل لي شلل بالعصب المبهم بالأصل اللي بينشأ منه العصب الحنجري الراجع أو العصب الحنجري العلوي.
وبالتالي بالمركزية هي أورام الدماغ أو الاحتشاءات، بالمحيطية إصابة العصب الحنجري سواء العلوي أو الراجع. من أسباب بحث الصوت الميكانيكية إذا وجد عندي آفات يعني مثل البوليب، ورم حليمي، كيسات، العقيدات المغنين، حبيبومات، قرحات التماس. قرحات التماس هي بتصير كمان ممكن بعد يعني بعد الحروق بالكاويات أو هيك شيء يعني. شلل العصب الحنجري الراجع، إذا شلل العصب الحنجري الراجع وبالتالي انشلت الحبال الصوتية. مثل ما حكينا العصب الحنجري الراجع هو فرع من المبهم، حكينا عليه بداية المحاضرة. باليسار مساره طويل وبالتالي ممكن يتعرض للأذية بشكل أكبر. الاثنين مسارهم طويل ولكن اليسار لسه أطول، وبالتالي بدنا نشك حتى إذا ما كان في آفة بالعنق وفي عندي بحة بالحبل اليسار يعني شلل بالحبل اليسار، شك إنه في آفة بالصدر. أنا بس شوفه بدي يعني ابحث عن الآفات الموجودة بالعنق أو حتى بالصدر. شعاعيا ممكن اطلب طبق محوري او ايكو درق، لانه مثل ما حكينا افات الدرق ممكن تضغط على الاعصاب ويسبب لي شلل العصب الحنجري الراجع. تنظير مشان نشوف حركه الحبال، احيانا بدون اي سبب بنلاقي مريض اجانا ببحث صوت، مندور بالصدر ما بنلاقي شيء، مندور بالعنق ما في شيء، مندور بالدرق ما بنلاقي شيء. نفتح على بنسأله بالقصة السريرية، بنلاقي قبل فترة كان عنده انتان فيروسي غالبا سبب لنا وزمة بالعصب، وهذا بيتحسن خلال فترة شهر شهرين ممكن يتحسن. أحيانا المفاصل اللي بين الغضاريف الترجهالية والدرقية إذا تنكست كمان سبب لي عدم حركة للترجهالية وبالتالي سبب لي شلل حبل صوتي. الباقي هي الآفات النادرة يعني. مثل ما حكينا نحن في عنا هاي منظار للحنجرة بالمنظار، هذا الخط الناصف. هذا بالحالة الطبيعية أثناء التصويت لازم يجي الحبل على الخط الناصف، بينما إذا لقينا هذا نحن هاي الوضعية نحن بنسميها مول ناصف جنب الناصف. ليش؟ لأنه هون هاي الوضعية اسمها التبعيد، أي اسم التبعيد، هون اسمه جانب الناصف أو الباراميديان. تمام، هي أثناء الكلام، أثناء التنفس العادي لازم يفتحوا الحبال على الآخر لأي هذا اللي نحن نسميه اللاترال يعني، بينما هذا مشلول لا بيتحرك، لا يعني لا بيقرب ولا بيبعد، فهو كمان هون لساته باراميديان. هذا بشلل العصب الحنجري الراجع، هيك بنشوفه بوضعية الباراميديان. طبعا في وضعيات تانية إذا نشلل المبهم أو إذا نشلل العصب الحنجري العلوي ما كثير بكون تخوضوا فيها لأنه هذيك نادرة. علاج شلل الحبل الصوتي، نحن بشلل الحبل الصوتي إذا الآفة ممكن نحن يعني مثلا عندنا ورم درق وضاغط على العصب، ممكن إذا استوصلنا الدرق وحررنا العصب ممكن تتحسن، ولكن نحن عم نحكي مثلا انه اذا انصاب العصب بشكل غير قابل للتراجع، مثلا بمقطوع اثناء الجراحه او آفه مثلا غازيه للعصب، فهذا المرض هذا المريض دائما عنده بالتصويت عم يكون عنده بحث صوت لانه الفرجه ما عادت ضيقه، وبالاثناء الراحه عم ينزل سوائل على القصبات وممكن تسبب لي ذات رئة استنشاقية. وبالتالي نحن إذا بهي الوضعية إذا كانت الفتحة كبيرة وعم تسبب له ذات رئة استنشاقية يعني مثل هون هيك ما مشلول بالباراميديان، بالحالات الثانية اللي بيكون الشلل بوضعية التبعيد، فهذا بيساوي له استنشاق، وبالتالي أنا بدي أعدل له هيكل الحنجرة، بحقن سوائل وحشي الحبل. ما بعرف إذا في صورة إلى هلا ما موجودة صورة، بكتابكم في صورة بنحقن وحشي الحبل مواد فبتدفش الحبل للنص، والتاني بيكون عم يتحرك بيكون منيح.
إذا كان الشلل بالتقريب فبيكون هون زلة التنفس هي الأشياء. ليش؟ لأنه دائما الحبل مسكر وبالتالي المريض دائما ما عم يحسن يتنفس. هون الحل شو؟ هو تبعيد الحبل عن طريق أنه نستأصل الترهاليين أو حتى ممكن نعمل فغر رغامة. مثل ما حكينا دائما بدنا نوازن بين الصوت أو حماية الطريق الهوائي، يعني لا نزود هاي ولا نزود هاي. هلأ عقيدات المغنين اللي هي مثل ما حكينا بتظهر عند سوء استعمال الصوت بتسبب النبحة وخشونة بالصوت، هي عقيدات بيضاء صغيرة مثل ما أنا شايفين. هي هون هاي واحدة وهي واحدة، غالبا بالثلث المتوسط للحبل بتكون ثنائية الجانب. طبعا ليش؟ لأنه هو بالنهاية بني آدم ما بيحسن يستخدم حبل صوتي واحد، فبالتالي هي دائما لح تكون ثنائية. بالمراحل الباكرة مثل هون هو العلاج الكلامي كافي، يعني للمريض لا بقى يحكي. إذا كان أستاذ من اللي يعني يريح من التدريس لأنه بيكون عم يستخدم صوته بشكل عالي. إذا أطفال يعني بدنا نخبر الأهل إنه ما يخلوني يبكوا أو يعيطوا بصوت عالي. إذا كانت كثير شديدة ممكن أنا يعني إذا كانت كبيرة وعم ما عم تخليهم الحبال يقربوا على بعض ممكن نستأصلها بشكل جراحي. إذا كان عنا بعض الأشخاص بتكون هي مميزة لصوتهم وبالتالي ما في داعي للعلاج. الصرير الحنجري هو صوت التنفس أثناء الشهيق، يعني أثناء الشهيق بيعطيني صوت مميز. هذا تعريف الصرير، هو التنفس المصيط أثناء الشهيق. تمام؟ أسبابه خلقية مثل ما حكينا، أشيع سبب هو تلين الحنجرة، ممكن عنش الحنجرة أو الأورام الوعائية الدموية تحت المزمار. في أسباب كثيرة تانية حكينا عليها بالبداية، هدلوا لنا. عند الكبار ممكن تكون هو الأورام هي أشياء أسباب الصرير عند الكبار أو حتى الرضوض. بس هل التدخلات الإسعافية على الطرق الهوائية اللي هي هي آخر فقرة. نحن جانا مريض عنده زلة تنفسية مفاجئة، شو الطريق الأول أني أنا عالجه فيه؟ هو مكتوب التنبيب الرغامي، طبعا هذا كعلاج تداخلي. ولكن انا مثلا اجاني مريض مغمى عليه وما عم يتنفس، اول شغله بساويها بحرر له طريق التنفسي. شلون بحرر له؟ يا اذا هو مثلا غايب عن الوعي وبالتالي لسانه راجع لورا ومسكر له مدخل الحنجره وراح يختنق فيه، فانا اول شغله بمسك الفك وبشده لقدام فبيقرب اللسان معه، اللي هو هاي اول شغله لازم اسويها لاني حرر الطريق الهوائي. كان في عندي مثلا اجسام اجنبيه، مثلا بدله سنيه، المريض مستنشق بلقمه طعاميه، باي شيء، هذا بس شلته خلاص امنت الطريق الهوائي. تمام؟ هذا يعني هذا الف باء اللي هو قبل ما نساوي هدلوله. ولكن هون حاكين على التداخلات يعني الاسعافيه على الطريق الهوائي. هلا نحن في حال مريض عنده زله تنفسيه شديده، ما عنده غياب وعي مثلا، نقول انه بالع لسانه ولا في عنده استنشاق جسم اجنبي ولا عنده شيء. هلا هو اجاني لنفرض مثلا بورم حنجره. اول شغله اذا هالورم مثلا في فرجه ضيقه وهلا متوزم، اذا حسنت فوت بانبوب رفيع على طريق التنبيب الرغامي، هو هذا الخط العلاجي الاول اللي انا بساوي فيه التامين الطريق الهوائي اللي هو التنبيب الرغامي. ما حسنت نبيب لأنه كانت ضيقة والوزمة شديدة أو ما حسنت، اللي هو بساوي خزع للطريق الهوائي. في عندي نوعين، واحد إسعافي لهذا بساوي بدون غرفة عمليات، وفي الخزع إسعافي ولكن بساوي بغرفة العمليات. هلا اللي بساوي بدون غرفة العمليات اللي هو خزع الغشاء الدرقي اللامي، عفوا الحلقي الدرقي بين الغضروفين الحلقي والدرقي. هون فوت بأي شيء أحد بس بشفرة وبحط أي أنبوب. هذا ليش ما بساوي دائما؟ طالما هو أسهل شيء ما في فوق منه غير الجلد، الجلد تماما يعني أي اللي نحن هون من قلة تفاحة آدم تحت منه تماما
هون في عندي هذا الغشاء اسمه الغشاء الدرقي الحلقي، ما في فوق منه غير جلد. هذا مشكلته انه ترويته قليلة، وبالتالي اثناء التندب بسبب لي تضيق شديد بالرغامة، فبالتالي انا ما كتير بحب زق الا يوم اللي بحس اني لحف قد المريض. الطريق الثاني هو خزع الرغامة النظامي، اللي هو انا بنزل تحت الحلقي عند الحلقة الثانية الثالثة، هون بشق على شكل تي. هون طبعا شو ممكن يواجهني؟ هون ممكن يواجهني الدرق، فانا ممكن انه بعدها او اصب النص للدرق لليمين واليسار واخزع الرغامة. القنيات الرغامية شو هن؟ في عندي انا قنية اما معدنية هي اللي بركبها بشكل دائم، او البلاستيكية اللي بيكون لها بالون اذا انا بدي احمي الطريق التنفسي من المفرزات. طبعا في عندي قنيات مثقبة اللي هي بتكون ممكن انا سكرها فبيصير بيطلع الهواء مباشرة على الحنجرة وبسبب هاي. طبعا هذا كله الكلام ما مطلوب منكم، بس بيهمني انه شو هو استطبابات خزع الرغامة. استطبابات خزع الرغامة خلينا نحن نناقشها بشكل عقلي، تمام؟ خزع الرغامة انا مريض طبعا، يعني في كتير حالات هي ممكن ما تكون مكتوبة وتكون هي استطباب لخزع الرغامة، ولكن هلا نحن بدنا نحكي على 5 أو 6 استطبابات، هدول اللي مذكورين بكتابكم ما بدنا نحفظ غيرهم، بس هدول لازم نكون نعرفهم بصم امتى انا بدي ساوي خزع الرغامة. اجاني مريض بحادث سير وعنده وزمة بالوجه شديدة، إيه هذا ما بحسن نببه، فهذا استطباب لخزع الرغامة. 2 من الآفات اللي بخزع فيها الرغامة أنه تكون في عندي آفة ورمية على حسابة الحنجرة، يعني وبالتالي أنا بالتنبيب ما بحسن فوت لأنه بالأصل العائق موجود بالحنجرة، فأنا بنزل لتحت الحنجرة وبخزع. هاي الاستطباب الثاني. إذن الأول هو ردود الوجه الشديدة المترافقة بوزمة شديدة، 2 أورام الحنجرة، 3 إذا مريض منبب، تمام؟ عنده منبب وتنبيب مديد. نحن باليوم الثالث للخامس في نحن توصيات بس لتدرس التخدير والعناية المشددة. تعرفوا أنتوا أنه الأنبوب التنبيب بس حطيناه لفترة طويلة فبيضغط على المخاطية تبع الرغامة، وبالتالي ممكن يندبها أو تتموت أو تتنخى. بس شلنا التنبيب هي بس رح تتندب بشكل سيء، فبتسبب لي شيء اسمه تضيق رغامة تالي. فمشان أنا أوقي المريض من هذا الاختلاط فأنا بشله الأنبوب أبكر ما يمكن، بس أحيانا بتكون الآفة هي مطولة أكثر من 5 أو 6 أيام، وبالتالي ممكن هون تتموت الرغامة وتسبب لي هذا التضيق. فأنا حتى ما أدخل بها شو بساوي؟ باليوم الثالث للخامس بشله الأنبوب وبخزع له وبحط من هاي القنيات البلاستيكية اللي إلى بالون. وبالتالي أنا حكيت هذا الحكي ولكن هنا بيختصروا بكلمتين، أحد الاستطبابات غير الورمي والرضي الوجهي هو التنبيب المديد. صار عندي 3 استطبابات: ردود الوجه اللي مترافقة بوزمة شديدة، أورام الحنجرة، الاستطباب الثالث هو التنبيب المديد. في واحد من الاستطبابات اللي هو كسور الفك السفلي غير الثابتة. ليش؟ لأنه ممكن كمان يرجع اللسان لورا، كمان في عندي أورام قاعدة اللسان، كمان هاي كمان ممكن يصير فيها الردود الحنجرة المباشرة اللي فيها تمزقات، غير أنه هو ممكن يكون عم يتنفس منها بشكل جيد، ولكن هذا ممكن يصير فيه تسرب للدم على القصبات ويسبب لي ذات رئة استنشاقية، وبالتالي أنا بخزع له إياها وبحط بالون بحيث أنه تحميلي الطريق التنفسي. إذن الاستطبابات صاروا 6: 1 ردود الوجه مع وزمة شديدة، أورام الحنجرة، التنبيب المديد، الكسور الفك السفلي غير المتبدلة، أورام قاعدة اللسان، وردود الحنجرة الرضية مع يعني تمزقات بهيكل الحنجرة. هدول الاستطبابات الأساسية، هدول اللي بصراحة ممكن إذا بكون تنسألوا عن التداخلات الإسعافية تكون هي. مثل ما حكينا بدنا نعرف انه الخزع الدرقي الحلقي هو مؤقت وليس دائم، يعني بس انا لبين ما وصلوا على العمليات بشلوا اياه وبخزع خزع نظامي، لانه هذا ممكن يتندب كثير. لهون بنكون خلصت المحاضره، شكرا لاصدقائكم. اذا في عنده حدا منكم اي سؤال يتفضل، انا جاهز.
حدا عنده سؤال؟ يعني حكيم نغدر مثلا بابره، مثلا ابره تخينه او قانيولة عريضه احسن من شق مثلا كنت سياره اسعار. طبعا طبعا طبعا. هلا انا بهالزمانات كله خازع حلق درقي مره واحده مباشره. كان في يعني هو مريض كبير، كان عندنا انبوب تبع اطفال صغير قد القسطنه النيلاتون، هاي الصند اللي بنسحب فيه مفرزات قد منها، شقيت مباشرة وحد دخلنا الصوند. يعني أي شيء بين يديك هو، لأنه أنت بالنهاية بالإسعاف كنا ما في عندي غير هالشفرة والهي، ما كان في مجال نفوته على على عمليات بوقتها. فبس هيك، هاي صورة. هاي نحن هاي الدرقي و وين الحلقي، هاي صورة أوضح، هاي الدرقي وهاي الحلقي وهذا الغشاء الحلقي الدرقي، بينما خزع الرغامة بيجي هون عند الحلقة الثانية الثالثة، فبيكون عندي الدرق. أما أنا بقصها بالنص بعدها يمين ويسار، أو حتى ممكن أنا سلخها أرفعها واخزع تحتها. تمام، في حد عنده سؤال ثاني؟ جاهز أنا. حكيم بعد إذنك، في إصابات العنق من نبي بلا مخزع؟ إصابات العنق من نبي، إذا حسننا النبي، ما حسننا النبي بنخزع دائما. دائما هو الخيار الأول هو للتنبيب. هالتنبيب إذا استمر أكثر من 3 إلى 5 أيام بخزع. تمام تمام حكيم، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. حتى ردود الوجه المترافقة مع وزمة، إذا حسن تنبب بنبب، ولكن هي استطباب. يعني أنا احتمال أنه كبير ما أحسن نبب. إذا ما في أسئلة خلينا ننهي هون، ويعطيكم ألف عافية وشكرا لأصدقائكم. الله يعافيك دكتور نميد، أهلا وسهلا، كل الشكر لك ولكم وعلى لطفكم ومساعدتكم، حياكم الله. نراكم بالأسبوع القادم إن شاء الله. طبعا بس لح نحكي كلمتين على موضوع المحاضرات، أنه الدكتور محمد، عفوا أنا كأنه بدي وقف التسجيل. ايه دكتور، ايه وقفت التسجيل. إيه هلا يمكن انا شغلته مره ثانيه. هلا هيك شو بغض النظر، هلا طيب هو هيكون ملف ثاني. بالنسبه للدكتور محمد، هو رح يعطيكم من بالكتاب من بحث الاذن وحتى النهايه. تمام، بالنسبه لا يعني أنا كل شيء أبحاث لحديت العنق. فهلا نحن تقريبا يعني أنا هلا خلصت البحث الخامس، في عنا السادس والسابع والثامن. الدكتور محمد لح يعطيكم الأذن وما بعدها، في حال هو احتاج أني يساعده ببعض المحاضرات كمان أنا جاهز. الأسئلة لح نلتزم مثل حكينا أنا وياه، لح نلتزم فيها بالكتاب، ما في شيء تاني يعني. يعني من هالكلام يعني رح تكون مركزة على الكلام اللي نحن بنحكي فيه. يلا يعطيكم العافية وتصبحوا على خير.